السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا حبايبي الغاليين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد قناتكم حلمي شو. النهارده جايب لكم هيونداي اتش 1 وكالة سترا مملكة البحرين. بس يا جماعة، دي لو شاف الفيديو اللي فات، دي مش عربية عادية، ميكروباص عادي او نقل الركاب بس، لا دي معمولة لذوي الاحتياجات الخاصة. تعالوا نشوف مع بعض ازاي. دي اتش 1 برضو، نفس الاسم نفس كل شيء، زي اتش 1 اللي حملنا فيديو. ده شكلها العادي برضو التقليدي بتاعها، الطابلو بتاعها والحاجات دي، تمام. نفس التصميم طبعا، هنا قماش زي ما قلنا، هنا برضو فايبر، ده الطابلو، تمام. الستيرنج طيب. ايه بقى المميز؟ دي كام راكب؟ دي 3 ورا واتنين قدام، لا 3 ورا وتلاتة قدام، 3 ورا وتلاتة قدام. ده ممكن تقلبه كده، ايه تقلبه كرسي عادي بتالي، يعني يطلع فوق كده وتقلب كرسي قلاب. زي ما انتم شايفين كده، شوف بقى كرسي هنا، تمام. 3 ورا وتلاتة قدام. طيب ايه الجديد بقى في العربية دي؟ الميكروباص ده اتش 1، دي 3 كراسي هنا وتلاتة قدام. طيب بص بقى مع بعض ورا كده. دي معمولة لذوي الاحتياجات الخاصة، لو حد لا قدر الله عندك في العيلة عمل حادث مثلا، ولا أو عنده مشكلة، أو عنده لا قدر الله شلل أو كلام ده، ذوي الاحتياجات الخاصة دي العربية المفروض تجيبها تبقى عندك، لأنك طبعا هو موجود في العيلة وعايش معاكم في البيت، فده أكيد هتحتاجها 24 ساعة كل يوم. ده تصميم السيارة من بره، ده الجهاز اللي بيشيل الكرسي المتحرك، طبعا ده موجود في العربية من ورا، معمولة بطريقة ذكية جدا، بحيث لو انت عاوز برضو تحط اغراضك او شنط سفر او حاجة هنا عندك مساحة برضو. الكرسي طبعا ممكن تطويه وتحطه في الجنب ده، الحتة اللي ما بين الجهاز اللي بيشيل و تمام الجزء ده، مكان فاضي تحط في شنط السفر او اغراضك. الجهاز ده طبعا محدش يقدر يشغله لي دلوقتي، مشغولين، فحبيت اشارككم الفيديو ده، يعني ممكن في ناس تهتم بيه. العربيه دي اتش 1 هيونداي مخصصه لذوي الاحتياجات الخاصه، طبعا مش محتاج تشيل بقى الشخص وتحطه على الكرسي وتحطه على الكرسي تاني وتشيله، لا بيفضل قاعد على الكرسي بتاعه وبتثبته ورا، والجهاز ده بيشيله من تحت لحد فوق. ففكرة جميلة من الكوريين، عاملين ده وبيهتموا بذوي الاحتياجات الخاصة، ممتاز جدا. لو عجبكم الفيديو يا جماعة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وشيروا القناة قد ما تقدروا عشان القناة تكبر، نوصل معاكم أكبر عدد من المشتركين. أشوفكم في فيديو جديد، سلام.